جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم. أهلا بكم. البداية محلية ونقرأ من جريدة اليوم السابع. السيسي يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة النووية. الرئيس يتابع مستجدات المحطة النووية بالضبع ويؤكد أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروع النووي والعمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي. 93 مليونا عدد سكان مصر في النتائج الأولية للتعداد. من جريدة المصري اليوم نطالع: مشاورات مصرية كويتية حول قطر والقاهرة تتمسك بقائمة المطالب. السيسي يدعو لوقفة حاسمة ضد دعم الإرهاب والإمارات تطالب بحل يخضع لمراقبة دولية. الجارح يقول استلام الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد بعد 5 شهور. وزير المالية يقول تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادي ركود السياحة والتركيز على النشاط الصناعي. جريدة الشروق جاءت أبرز عناوينها كالتالي: الهدوء يعود إلى جزيرة الوراق، والدالي يقول لقاءات مع الأهالي لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونائب المنطقة يقول إرجاء مؤقت للإزالات. إقبال ضعيف من طلاب الثانوية في أول أيام تنسيق المرحلة الأولى. أعطى 17,000 سجلوا رغباتهم حتى ظهر أمس، وتأمين الموقع الإلكتروني لضمان عدم تعطله أو اختراقه. جريدة الأخبار انفردت بتصريحات خاصة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل نقرأ منها: تطبيق قانون تقنين أوضاع التعدين الأسبوع القادم دون استثناءات. تطبيق قانون تقنين أوضاع المتعدين الأسبوع القادم دون استثناءات. لا زيادة جديدة في أسعار الوقود وخطط محكمة للسيطرة على الأسعار. ونطالع أيضا: شكري لنظير الكويتي، مصر متمسكة بقائمة مطالبها من قطر. نتابع قراءتنا من جريدة الأهرام التي كتبت: خلال لقائه بنائبة الرئيس الأرجنتيني، إسماعيل يناشد المجتمع الدولي بتكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب وتكثيف منابعه. الأهلي يهزم الزمالك بهدفين نظيفين مع الرأفة ليؤكد أحقيته في الحصول على درع الدوري. فتحت الحكومة ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة في الوقت المناسب تماما لارتباط إجراءات الإصلاح المرجوة بقرارات الإصلاح الاقتصادية. في هذا الإطار جاء المقال الافتتاحي لجريدة الجمهورية والذي جاء تحت عنوان بداية في الوقت المناسب. نترقب باهتمام وتأييد تجربة اختبار قيادات المحليات على أسس جديدة، قيادات تملك القدرة على المبادرة والالتحام مع المواطن البسيط في الشوارع والقرى والنجوع بين معايير اختيارها. قدرة هذه القيادات على ابتكار مشروعات تعالج مشكلات النظافة والمخالفة والصحة والتعليم وغيرها، مما يتيح حراكا مجتمعيا يمهد الانتخابات المحليات ووصول كوادر شابة لهذه المجالس التي تستطيع أن تبدأ بداية جديدة تساعد المجتمع بكل أطيافه على الإسراع بالقضاء على ما عانينا منه في الماضي ولنضع أقدامنا على الطريق الصحيح. نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الحياة اللندنية. موسكو تتعهد بمراعاة المتطلبات الأمنية لإسرائيل في سوريا. فتوى لمقاطعة البوابات الإلكترونية للأقصى، وإسرائيل تتمسك بها وبكاميرات المراقبة. هجوم حزب الله على جرود عرسال يقترب بعد فشل التفاوض مع النصرة لإخلائها. تخزين أغذية في كردستان تحسبا لمقاطعة بعد استفتاء الانفصال. وإلى منشطات صحيفة الشرق الأوسط، مفتي القدس يقول اليهود في الأقصى والمسلمون خارجه. أكد للصحيفة مقاطعة بوابات التفتيش ودعوات للصلاة في الشوارع. الرياض والقاهرة تتمسكان بلائحة المطالب من الدوحة. موقف حازم من الرباعي وتشديد على أن الحل في الرياض. عائلات دواعش الموصل تائهة في المخيمات. ومن أبرز عناوين صحيفة الخليج الإماراتية: الإمارات تؤكد الضغوط على قطر تجني ثمارها. القوات العراقية تبدأ عملية لطرد داعش من قرية الإمام غربي. الفلسطينيون يعتصمون حول الأقصى والمرجعيات المقدسية، ترفض استباحة الأقصى وتهدد بتصعيد مقاومة الاحتلال. وسوريا الديمقراطية تتقدم وتسيطر على حي اليرموك في الرقة.
ومن الصحف الكويتية نقرأ من السياسة: السيسي يؤكد حل الأزمة القطرية يتحقق بتلبية الدوحة لكل المطالب، المستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية، وإسرائيل تستولي على أراض جديدة، الكريملين: مقتل البغدادي غير مؤكد ولدينا تضارب في المعلومات بشأنه. من الصحف اللبنانية نقرأ من النهار: سيناريوهات وحملات مشبوهة والعازف واحد، من يعمل لوضع الجيش اللبناني في مواجهة اللاجئين قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من مواجهة حزب الله والجيش السوري ضد الجماعات المسلحة؟ الصحيفة تتجول في جرود عرسال القلقة من محيط ينذر بتغيرات. بعد الهزيمة في العراق، عائلات داعش تخشى الانتقام ودفع الثمن. الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى رصدها مقال بصحيفة البيان الإماراتية، أكد أن إسرائيل كانت بحاجة إلى ذريعة الهجوم الأخير لتحكم قبضتها على المسجد بعد 50 عاما من الاحتلال والسيطرة الخارجية على الحرم الشريف. إذا وضعت البوابات الإلكترونية الإسرائيلية واحدة عند الحرم تبعتها عشرات البوابات، وأصبح حال الأقصى شبيها بحال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بوابات ضيقة وإهانات للمسلمين وتقسيم للحرم ومرور آمن للمستوطنين واليهود. نحن نختلف على كل ذلك كل شيء، لكننا لا نختلف على المسجد الأقصى. كل الدول العربية مطالبة بقرار جماعي يصل إلى مجلس الأمن وموقف حازم من السلطة الفلسطينية، فالأقصى ليس خطا أحمر بل هو نهاية الخطوط، إنه ثالث الحرمين وأولى القبلتين. إلى الصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية: انشقاقات جديدة تنذر بنهاية مشروع قانون الرعاية الصحية، ونائبان جمهوريان يلوحان بعدم التصويت لصالح مشروع ترامب. رغم عدم تأييده للاتفاق النووي مع إيران الذي عقده سلفه أوباما، ترامب يعيد التأكيد على الالتزام به ولكن على مضض. سول تقترح عقد محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ هي الأولى بينهما منذ عام 2014. صحيفة إندبندنت البريطانية في انفراد لها كشفت أن ما يزيد على 500,000 منزل في إنجلترا غير ملتزم بمعايير الصحة والسلامة الأساسية، وأرقام جديدة تظهر أن مئات الآلاف من البيوت معرضة لمخاطر عديدة. أكثر من مجرد انتقام، أيام داعش الأخيرة في الموصل، القوات العراقية تقتل عناصر التنظيم رميا برصاص أو بإلقائهم من المباني الشاهقة خشية فرارهم من البلاد. إلى صحيفة لوموند الفرنسية التي كتبت: ماكرون يواجه أولى أزمته الرئاسية، خلاف مع رئيس أركان الجيش بسبب تقليص ميزانية الدفاع ينذر بإقالته. التوتر لا يزال سيد الموقف بالأقصى، المصلون يرفضون الدخول إلى المسجد عبر بوابات التفتيش الإسرائيلية. فيدريكا موغيريني تدعو لتشكيل حكومة مستقرة في ليبيا. من الصحف الألمانية نطالع من ديت سايت: بعد أسبوعين فقط من إلقاء القبض عليهم، محكمة تركية تتهم 6 من النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم المديرة المحلية لمنظمة العفو الدولية بالانتماء لمنظمة إرهابية. الرئيس الأمريكي توعد فنزويلا بعقوبات اقتصادية، والمعارضة تهدد بإضراب عام. ونرصد من عناوين صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية: مايك بنس نائب رئيس الأمريكي يقول نقل السفارة إلى القدس مسألة وقت وليست مرهونة بأي احتمالات أخرى. ألمانيا تقرر تأجيل صفقة الغواصات مع إسرائيل، وذلك بسبب تطورات قضية الفساد المعروفة بالقضية 3000. في مقال لها نبهت صحيفة غارديان البريطانية من التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخسائر الجسيمة التي ستتكبدها، وأضافت: الحقائق حول الأضرار الاقتصادية التي قد تعصف ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي جسيمة، ومنها انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10% وارتفاع ديون الأفراد بنسبة 10%، وكذلك انخفاض الرواتب الشهرية مقابل ارتفاع نسبة التضخم. ووفق هذه المعطيات، فمن المستحيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2019، خاصة أنها قد تخسر ثالث مورد لها من الغذاء، كما سيصعب السفر والتنقل بين دول الاتحاد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمكن إيقاف البريكزيت؟ والإجابة بالطبع لا، فلا يمكن إجراء استفتاء ثان، لأنه يجب أن نتعلم من أخطائنا. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لحسن المتابعة. على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.